عالم المعلومات طريق المعرفة. الظبي حيوان مش واخد حقه من المعلومات والتقارير اللي بتتعمل على الحيوانات، وده لأنه بيتمتع بمواصفات وخصائص مميزة جدا وتعتبر كمان فريدة من نوعها. الحيوان اللي بيشبه الغزلان لما بيتخلى عن قرونه، هنتعرف عليه وعلى أهم المعلومات عنه وإزاي الأمة بتتخلى عن رضيعها في أول ولادته عشان تحميه من الحيوانات المفترسة. فتابعونا عشان نتعرف على حيوان الظبي. الظبي هو حيوان ثدي متوسط الحجم بيشبه الغزلان. بيعيش الظبي في قارة افريقيا واسيا واجزاء من القارتين الامريكتين، وبيكون موجود بالتحديد في الغابات ومروج جبال الألب وفي المناطق الجبلية، وبيسكن في شبه الصحراء في امريكا الشمالية، وغالبا بيحب يعيش في المرتفعات العالية في الصيف ويهاجر اسفل المنحدرات في فصل الشتاء. ذكور الظبي بتكون أكبر من الإناث بحوالي 25% من الحجم، وبيكون طول الذكر الظبي حوالي 1.5 متر عند الكتف، أما وزنه بيكون 320 كيلوغرام وممكن يوصل ل 900 كيلوغرام. أما الأنثى فطبعا جسمها بيبقى مختلف عن الذكر، فطولها بيكون 1.3 متر ووزنها في المتوسط 225 كيلوغرام أو أزيد شوية. ذكور الظبي عندهم قرون كبيرة جدا، وبتبدأ في النمو في فصل الربيع وبتسقط في فصل الشتاء، وبتكون القرون طويلة عشان تقدر تدافع بيها عن نفسها من هجمات الحيوانات المفترسة زي الأسود والفهود والتماسيح. فالقرون بجانب إنها طويلة دي كمان قوية، وبيوصل طول القرن لمتر واتنين من عشرة، أما وزنها فبيكون حوالي 18 كيلوغرام، وبتكون القرون دي من العظام. أثناء الشتاء الظبي بينمو له شعر سميك من الصوف عشان يحمي جسمه من البرودة، ولما بيقرب فصل الصيف بيقوم الظبي بحك جسمه في الأشجار والصخور عشان يشيل الطبقة السميكة دي من جسمه. وأول ما يبدأ فصل الصيف يبدأ يتعايش الظبي بين البحيرات والبر، عشان كده العلماء بيسموا الحيوان شبه مائي لأنه في الصيف بيقضي وقت كبير في البحيرات، وكمان بيعتبر سباح ماهر جدا. غير أنه سباح ماهر ده كمان سريع جدا برغم وزنه الكبير، إلا أنه عنده القدرة أنه يجري 70 كيلو متر في الساعة. ومن الحاجات الجميلة عن حيوان الظبي أن لون شعر جسمه بيتغير مع تغير فصول السنة، ففصل الصيف بيكون لونه محمر وده لون جسمه الحقيقي، وفي الشتاء بيطلع ليه شعر سميك واللي بيكون لونه رمادي. الظبي من الحيوانات المكترة، والظبي عنده 4 غرف للمعدة. الغرفة الأولى بيخزن فيها الأكل، والغرف الثلاثة التانيين دي لهضم الطعام. أما أنواع الأكل اللي بيأكلها الظبي فهو حيوان عاشب، يعني بيأكل الأعشاب وورق الشجر. بيعيش الظبي في قطيع كبير بيضم الذكور والإناث، وبتبقى الإناث هي اللي بترعى القطيع، بس في حالة ظهور حيوانات مفترسة بتتولى الذكور الدفاع عن القطيع. موسم التزاوج لحيوان الظبي بيتم من أول شهر أغسطس لحد أوائل الشتاء، وبيتم بعد ما الذكر بيطلق سلسلة من الصرخات اللي بتثبت سيطرته، وبعد كده بيبتدي ذكر الظبي يصارع لحد ما يحصل ألفة مع الأنثى ويتم التزاوج، وبتستمر مدة حمل الأنثى من 240 ل 262 يوم، وبتولد عجل واحد ونادراً ما بيتولد عجلين. بعد ولادته بيقدر العجل يمشي بعد 20 دقيقة، وقتها بتاخد الأم طفلها وتعزله في مكان بين الأشجار بتكون محضراه من قبل كده عشان تحميه من هجمة الحيوانات المفترسة. وقتها بتفضل متابعيه وتروح ليه في اليوم كذا مرة عشان ترضعه، وبعد حوالي أسبوعين بتشتد فيها قوته، فوقتها بيقدر ينضم للقطيع وبيبقى مع مامته وتحت رعايتها لحد معاد التزاوج التاني. بيعيش الظبي من 8 سنين ل 13 سنة في البرية، وفي الأسر ممكن يعيش لحد 20 سنة. كان معاكم رشا رجب.